خلال الفترة حضرتك قعدتها قرابة سنة؟ لا أقل من سنة، احنا مسكنا 5 مارس. 5 مارس يعني نقول مثلا يعني 9 شهور يعني قرابة، يعني قلنا سنة قرابة يعني سنة يعني 3 ل 11 مفيش يعني. أكيد حضرتك حطيت إيدك على المشاكل الإدارية اللي كانت طول الفترة اللي فاتت. أكيد. نصيح تنصح إيه؟ يعني كبسولة صغيرة كده من كابتن طبعا سامح حمدي، يعني الراجل اللي يعني باع ذراعه في الإدارة، حضرتك تقول إيه كبسولة صغيرة كده للاتحاد اللي جاي وراك؟ والله أنا مش مطلوب من الاتحاد اللي جاي ده غير حاجة واحدة بس، إن هو ينظم البيت، يرتب البيت. إحنا الحمد لله قدرنا نرتبه. هو ليه وجهة نظر تانية بقى يحطها، إحنا عملنا تسجيل إلكتروني، عملنا موقع رسمي للاتحاد في 9 شهور الجديد. آه طبعا ما شاء الله. وعملنا كمان جعنا الماتشات مستحات الحكام ووزعناها الحمد لله. لا كلمنا عنها كابتن، جبت التمويل ازاي وعملت ايه وعملت نظام جديد لتوزيع او للحكام يستلموا؟ لا كلمنا عن الموضوع ده. انا اقول لحضرتك، انت عارف حضرتك لما بيجوا بيدفعوا للشركات كل الفرق في بدايه الدوري بيبقى فيها بند للحكام. تمام. فانا عزلت، مش انا، اللجنه المؤقته عزلت فلوس الحكام دي وعملنا لها حساب بره البنك بتاعنا. الله. احنا البنك الاهلي. عملنا حساب في البنك مصر. ليه؟ علشان كل حكم اول كل شهر يبقى واخد فلوسه، ما فيش حاجه اسمها فلوس تتاخر. عيني عليك يا دكتور. خلاص فاتعملت يعني الحمد لله. وعملنا كل واحد فيزا ليه بفيستو بالظبط، يروح اول الشهر يلاقي اسمه كذا، بس يبقى مع لجنه الحكام لازم تكون بعت الكشوف عمل كام مباراه ده لي كذا، الماليات يترجموا ده لفلوس تنزل في حسابه يروح ياخده من المكان. بالظبط كده. حتى المتاخرات كمان دخلناها، حتى اللي هي كابتن المتاخرات ده متاخرات من 2013 2011 دخلناها، بس لسه الجزء المالي ما دخلناهوش في البنك مصر. دخلنا جزء كبير جدا جدا الحمد لله، دخلنا جزء كبير جدا بحيث المتاخرات قبل حتى الموسم ما يبدا اهو. طب تخيل يا كابتن انت عملت حاجه، يا ريت الاتحاد مش انا هي اللجنه. ماشي يا كابتن، ما هو حضرتك رئيس اللجنه ويعني عذرا انا عارف حضرتك بتحب تتكلم عن اللجنه يعني وان انت حضرتك يعني فرد في المنظومه. بالظبط. ولكن ده حضرتك عملت سيستم لكل الاتحادات. الحمد لله. ازمه احنا لان هو بيضطر الاتحاد يعمل ايه؟ يدور على فلوس الحكام، تيجي الحكام عايزه فلوسها كل طبعاً. منطقه تبعت تقول لك فلوس الحكام كذا، لا كل واحد فلوسه هتبقى موجوده بفيستو، يقدر يصرف. اللي في الصعيد هيصرف بالفيزا، اللي في بحر هيصرف بالفيزا، كله هيصرف بالفيزا اللي معاه، يدخل يعرف حسابه كام وياخد حسابه. خليني معلش افكر حضرتك بحاجه، ان النادي الاهلي كان اول نادي يعمل كده. طبعا احنا خدت الخطوه دي من الاهلي. الله ينور عليك. بص انا بس بجيب يعني ايه ذكريات كده. احنا خدناها من الاهلي وطبعا الاهلي ده مؤسسه. بس خلينا نتكلم. لا انا بقول على الاهلي، انا بجيب ايه باي تشانس كده، ان النادي الاهلي اول نادي عمل الكارت. وبرده انا بحب اقول للساده المشاهدين، انا مضيت في حضور الكابتن سامح حمدي، مضيت في حضوره وهو اللي كان معاه العقود وهو اللي تحقق منها. وحضرتك سالتني لو تفتكر يا كابتن، قلت لي يا كابتن هيثم حضرتك مضيت في اي نادي تاني او خدت فلوس من نادي تاني؟ يعني كان بيتحقق في كل شيء قبل ما اوقع. الحقيقه ده شرف لازم كبير ليا. يعني هي الحقيقه لازم الانسان يكون واضح وصريح، من غير كده عمر الرضا ما هتتقدم. صح.